أخبار اليوم. صبر شحات أحمد حسن. أنت صبر من أهل الإمام من هنا. قام الملتير. وأنت صاحب فكرة تل القمامة اللي إحنا واقفين مكانه دلوقتي. اللي كان مغطي نص الشارع. ايوه الفكره دي جات لك ازاي او ايه اللي جه في دماغك؟ يعني ايه الهدف؟ اضافه عاوز اكل عيش بس. اضافه للمنطقه وعاوز اكل عيش. تعملوا ايه الموضوع ده؟ تعملوا ايه؟ اعملوا ساحه جراج، ساحه انتظار سيادتك. انتظار ساحه انتظار للسيارات. للسيارات ورحت الحي والناس رحبوا بينا وموافقين وقالوا معامله كويسه. محمد رمضان عبد الفتاح. انت برضو من هنا؟ من المنطقة، من هنا. احنا ولاد المنطقة هنا والناس هي خيارتنا برضو معانا. الدكاكين اللي هنا والناس اللي ساكنين في العمارة ديت، مكانش فيه شباك سيادتك بيتفتح كده نهائي. كان على طول الشبابيك مقفولة وولع تولع الزبالة، بتوع الزبالة يولعوها ومش عارف ايه. انا معاه في الموضوع، احنا وقفنا مع بعضينا على اساس المنطقة كان المدخل هنا مش حلو نهائي. ولا يسر ولا يضر. يعني المدخل هنا كان كله مؤذي، الزباله في نص الشارع والطريق بيقف والريحه كانت بتطلع على الناس هنا، تبهدلنا عيالنا اطفالنا الصغيره. واحنا عاملينهم مش طالبين اكتر من بس ان احنا ناكل عيش. والله يعين بقى السيسي علينا ويعينه على البلد كلها سيادته. الله يوفقه. عاوزين بس من الرئيس الحي ان هو يتعامل معانا ويقف معانا، بس ان المكان ده وننظفه. سواقين العيا كانوا بيعملوا مشاكل هنا كتير، وسواقين الميكروباص والسكه كانت بتقف، ولو جنازه معديه بتوقف الدنيا. اسالك سؤالين بس، عملت ايه لما كانت الاول ازاي ودلوقتي ازاي يا اسطى؟ والله انت شغال على الخط هنا بقالك كتير؟ بقالي 15 سنه. طب ايه رايك في اللي حصل هنا؟ والله ده حاجه ممتازه، واحنا نشكر الناس اللي عملت الحاجه دي. ان احنا ما كناش بنعرف ولا نعدي ولا نروح. كان مشاكل. كان مشاكل جامده من الخناقات والزباله وصل لثلاث ارباع الرصيف. بس يعني النجره واحده اللي نعرف نروح ونيجي فيها. تمام يعني. مشاكل جامده لرب السما. تحيا مصر. تحيا مصر. طب انتوا اللي شلتوا الزباله؟ تمام اللي من هنا انتوا اللي شلتوها؟ على بوجهكم الذاتيه ولا الحي؟ لحد دلوقتي من يوم السبت لحد دلوقتي ما روحناش بيوت. يوم السبت لحد دلوقتي حالا ما روحناش بيوت. الناس بترمي الزباله فين؟ هي العربيه ساعه تكبر. عربيه احنا جايبينها. بنوقفها تلم الزباله طول النهار و24 ساعه كل 8 ساعات عربيه من دي بتيجي وعربيه بتيجي. هنا ساكن جنب الزباله دي. والله بنعاني منها. زلوا نهار دبان وورق علينا لما الواحد اتهرق هنا. وبنمشي من الريحه العاليه على طول بتاعي. نظافه بلده؟ لا طبعا. لا نظافه واحسن. بس الاصول معلش يعني بقى، يعني الواحد يقول اللي هو عايزينه اصول يتحط حتى حاجه نحط فيها الزباله. ولا بتاع الزباله بيجي ياخد الزباله وبندفع فلوس على الزباله وما فيش حاجه. احنا على الزباله بقى لنا سنين طويله. 3 جنيه ومش على الزباله. يعني شوف كام 1000 بيت دافعين بيدفعوا 3 جنيه. فين؟ فين المقابل بقى وفين النظافه؟ بقى لنا سنين طويله بالوضع ده. احنا عايزين صندوق زباله. عشان ال هيتحط فين؟ ما كان في صندوق هنا بيقولوا. لا ما فيش صندوق. احنا عمرنا احنا قاعدين اتولدنا في قلب الامام، عمرنا ما شفنا صندوق زباله في قلب الامام. عمرنا. المنظر هنا كان عامل ازاي؟ لا المنظر كان وحش، غير الريحه وغير الواحد كان بيتكسف اصلا ما حد يجي له. المنظر كان وحش، بس الاصول الحكومه تهتم بينا شويه. تحط الامام ده حتى في دماغها. احنا الامام مش على الخريطه خالص. انا عن نفسي جيت لقيته هنا. وعم عادل عادي ادم من هنا بقى له اكتر من 25 سنه المال ده موجود. ده المقلب ده كان بالنسبه لنا مشكله جذريه. غير بقى الريح والامراض بقى بيقفل الطريق. الحريقه بالليل يعني في ناس مؤذيه بتخلي مصاصه القصب على زبله تترمي. العربيه اللي اتاخرت شويه بتفوجئ ان ريحه فظيعه جدا. واخد بالك مخللات. الزباله طبعا كمامه. لا يا كمامه مفهومه، ان كان كيس زباله مفهوم بيتحط ومقفول. الناس بتاعت الزباله بتيجي تفتح عشان تاخد تستفيد منها بازازه، بعلبه بلاستيك، بقماش، الكلام من ده. بيجي هنا سوق الجمعه بقى يرمي الزباله كلها. الشوارع اللي هنا موجوده ان كان في 10 شوارع بتوع البلديه بيجي يدبوا الزباله هنا. بيت اتهد يترمي الرطش هنا. من سياده رئيس الحي ان هو يقف معانا بس ويتعاون معانا ان يدينا الحته ديت حتى لو بايجار شهري. ساحه انتظاره لو ايجار شهري ندفعه. يتعاون معانا في اولها وبعد كده احنا اللي هو عاوز احنا مش هنقول لها للشعب للبلد.
ودي فلوس البلد بنديها للبلد، يعني احنا مش هندفع حاجه لواحد ماشي في الشارع. ريت كل الاحياء الشعبيه تحظوا حظوكم دوت وتعمل نفس المشروع بتاعكم. ربنا يوفقك.